بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. متابعي وأوفياء قناة عالم الطيور، مرحبا بكم في فيديو جديد حول موضوع ما هو مصير أنثى السمان بعد انقطاع إنتاج البيض. أرجو من المشاهدين الجدد دعمنا بالاشتراك في القناة تشجيعا لنا للاستمرار في تقديم المزيد. فيديو نهار اليوم ردا على سؤال أحد المتابعين، يقول: بما تنصحني؟ لدي قطيع من السمان كبر في العمر والإناث انقطعت عن وضع البيض، ماذا أفعل؟ الإجابة بكل اختصار هي توجيهها للذبح وتسويقها لحما، أو توجيهها للاستهلاك الشخصي أو العائلي. فأنثى السمان عندما تبلغ من العمر عام ونصف تنقطع عن وضع البيض، أما الذكر فينخفض معدل الخصوبة لديه. لذلك أحسن شيء نقوم به وهو التخلص منها عن طريق الذبح، ولا يوجد سبيل آخر. ولحم السمان نضيد جدا وغني بالفيتامينات والمعادن وقليل الكوليسترول، وسهل المضغ والهضم لأنه لا يحتوي على الألياف، كما أنه يحتوي على الكالسيوم والحديد والزنك والفوسفور. أتمنى أن تدعمونا بإعجاب للفيديو تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد، ولمن لديه سؤال أو اقتراح يتركه لنا في التعليقات. أراكم في فيديوهات لاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.